الاستثمار من الوقت ساعد والامكانيات ساعد راح نسويها على عرض المسرحيه. حلو، راح تكون مسرحيه عظيمه جدا ان شاء الله. واذا الوقت ما ساعد والامكانيات ما سمحت راح تكون على سرد قصه عظيمه جدا جدا جدا. تحتاج لنا في شيء ابو نزال الحين؟ بس راح اجيب الخبز عشان الرجال. خبز بس يا ابو عثمان. ابو عماد خبز. ابو عماد شو بتسوي؟ صارت المسرحية هي زين على زين، وما صارت كفا. نور دبوي أنت؟ إيه. وإيش هذا؟ كيف طريقة المسرحية؟ أقول هذه، سألني أبو عبد العزيز يقول هذه وش اللي تقرأ؟ أقول هذه قصة ملهمة، أنا قريتها وشدتني، طبعتها قعدت أقرأها بتعمق فيها زيادة. أنا الفكرة إني راح أسويها على شكل مسرحية، تكون مسرحية عظيمة جدا جدا جدا، ملهمة بكل ما تعنيها الكلمة. إذا يعني ساعدتني الإمكانيات وساعدني الوقت. إذا ما صار في وقت ولا في إمكانيات راح تكون سرد على شكل قصة جلسة سيف، راح تدشن القصة هذه، وأنا واثق ثقة تامة أن القصة دي راح تلهمكم وتثريكم. يا سلام. وراح تلهم ناس كثير يتابعونا، وراح تساعد فئة كبيرة من المجتمع بشكل ما تتوقع. طيب تقدر تقول قصة عظيمة جدا 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 بكل، يعني من القصص اللي أشوف إذا الشخص حس إنه خلاص الحياة أوف بوجهه يقرأ قصة هذه أحس إنها تفتح له طرق كثيرة. الله. زين تقدر تقول لنا العنوان؟ إن شاء الله إني موجود وإن شاء الله إنه رجع. لا ما أقدر أقول العنوان، ما أبي أحد يبحث عنها. وأبو عماد قصة إن جت على مسرحية زين على زين، إما جت تدشن بجلسة سيف المطيري بيض الله وجهك وتزاهل الحين يقول مفرحات ولا لا. طيب بالله حاضرين يا أبو. إن كانت مسرحية فأنا أحتاج كثير شلقة منكم نتعاون عليها، وإذا ما ساعدنا الوقت راح تكون على شكل قصة بإذن الله، يا بكرة يا موالي. أنا أقول أبو نزال إن شاء الله أني راجع بكرة أنا وأبو فهاد وأبو عماد، وإن شاء الله أني أنا منتظرها بشغف بإذن الله بشغف أزهر. وإن شاء الله أني صدقني أنه من نوع القصص اللي بتجوز لك. بتجوز لي أنا؟ إي والله يا زين هجر جازت لي، أنا جازت لي الحين من كلامك، بس إن شاء الله أن أسمعها يوم ما لحد تقول لي يا بكره يا يوم الاحد. انا حريص انها تكون مسرحيه، اذا ما جت على شكل مسرحيه راح اسردها على شكل قصه. يا سلام يا عيال. لا يا والله العظيم اني احس احب ثقافه القرايه، مو احب يعني احب اقرا، لا احب يعني اتطلع على الاشياء هذه، اشوف فكره الشخص اللي كاتبه ذا، ولكن الوقت مو ركض 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 والله ركض. لا اقدر اقرا بالبث، لو اقرا بالبث بيروح علي الوقت كله وانا اقرا بالبث جدا. وتحت الهواء انا نام ولا اسولف مع عبد الله فريدي؟ لا عادي كل لو ولا كل يوم تقرا لك ورقه ولا طق عبد الله فريدي ولا هو يطقني ولا هجم منه. انا ما اطقك، انت دائما تطقني عشاني مسكين وضايع. يا اخي لازم انمي ثقافه القرايه عندي. وين البيت؟ خلاص هو يبي خبز، قلت الخبز انا ان شاء الله. ماي وعليكم السلام. بالله اقرا لنا يا ابو يا ابو يا ابو فهاد اكثر ما شدك الكتاب ذا من الكتاب من الكلام. خشمه اكثر علم. انا قريته كل واحد قد قرا من الكتاب يعطينا شيء نقراه وركز عليه او لاحظته انت في الكتاب. انا في المغرب انا ومسلط، مسلط يقرا من كتاب فيه اشياء و تبي تاخذ كتاب؟ من ناخذ كتاب؟ روح جيب لنا كتاب ويكتر. يلا. مرحبا يا يا حالة مختلفة. ها؟ انا ما قرأت شيء، الحين اقرا البدايات. لا شوف اكثر شيء يعني مثلا شدك في الاشياء اللي قد قريتها الحين. او شو الشيء اللي يعني خلاك وصلت صفحة كم؟ اول شيء وصلت صفحة كم؟ ستة. اي كتاب يشدك عنوانه عطني واحد وانت واحد. الا كتاب الصمت الم خلاص انا قد قريته، دور لي كتاب ثاني. اعطني اللي في اليمين، في اليمين. ها؟ هذا عندك، هذا عندك. هذا؟ اللي بجنبه، اللي بجنبه في اليمين. هذا؟ ايه. خلف الظلام. ها؟
شلون يكتبون مثل الكتب هذه يعني ما شاء الله صفحات واجدة، 100 صفحة 50 صفحة تراها موهبة سبحان الله. مثل الحين الشاعر ومثل مين يشد ومثل الممثل هواي موهبة صح؟ أحس مزاجهم عليل تدري قهوة قهوة طويل العمر. شوف أي واحد تلقاه يقرأ كتب أو إنه كاتب أو ذا تلقاه يلبس لابس نظارات، ما لا تقنعني إن فيه واحد ما يقرأ كتاب أو إنه كاتب إلا تلقاه لابس نظارات. يا أخي شوف كيف بدون نظارات كتابة إلا من رحم الله. ترى هذه ما تخليك كلهم لا لا مو كلهم كلهم مالك الكلب أبو عبد العزيز أبو نزال سم اللي يقرأ يومي يومي ويركز وذا تلقاه يلبس نظارات أو لا. هو يقول كلهم مو كلهم الأغلبية لا ما هو بشرط يعني، بس في بعض الناس تاخذ نظارة مثل أنا يمكن تداوم قبل كنت ألبس نظارة طبية بالدوام ما تلبسها عندي عشان أحافظ والله حلوة علي حلوة كانت زين حلوة عليك أشماك بس اسلم 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 إيه اسلم كنت لأني أجلس قدام الكمبيوتر وأكتب تقارير وعلى الشاشة 8-9-10 ساعات فهمت شلون؟ فخلاص لازم فبعضهم يلبسها لأنه يدري إنه تقوية يقرأ طيب لو استمر كمحافظة طيب لو استمريت وصح هي معرض إنه يعرض لقصر وضعف نظر ولكن ما هو بشرط هو مو بشرط بس يعني أنا أقول لك الأغلبية طيب كأنك أنت سبيت يعني سبيت مشاكل صح؟ أعطنا سامع تمرك صح؟ أصبر ما قريت خليني فيك يا مرحبا تأسف فيك يا الغلاء تأسف شوك تهاوشني أنت لا ابغاك تقرا من الكتاب اللي يعجبك انت ما عاد تهول ما عاد الحين شوف ابو فهد انا مقطع الكلام كان كتول شفت الكتاب ذا الحين انت تعرف اغلب الكتب تلقاها سطور سطور بعضهم يقول يا اخي كيف اقرا دي كلها صح؟ شوف كيف حتى مجزئينه الصفحه شوف الصفحه مجزئينه شوف طريقه النص عشان ما تكون ممله شوف مثل ذي صباح الخير والاصل في الخير هو منك وفيك يا اجمل بدايات عمري وصباحي ليت الشوق الذي يمتلكني ياتيك نصفه يا سلام هذه تقدر تشيل منها مثل ايش؟ رسائل ترسلها عندك تقدر تاخذها من هنا وتحفظها تقدر ترسلها يا سلام تقدر يعني تشتري تقدر تشتري حتى من الكتاب ذا حتى في مخرجاتك الداخليه اللغويه تدري ايش ودي ابو شايع ولا يهنون العيال ودي اشوف الشخص اللي كذا اللي يكتب يقرا اشوف جوه احس جو احس شوفه انا اعلمك بجوه انا اعلمك بجوه نور خفيف ها كوب شاهي يا حلو جو ها يا اخي ابي كذا هدوء كذا قاعد كذا قاعد هدوء حياه جالس لمبه كذا من شلون جالس بغرفتك ترى محظوظ اللي بغرفته الحين جالس ما عنده فهد فارع وعبد الله نزال مرك طاير اقر طيب اقر اسمعوا والله انا محظوظ اني متكي تقرا لمليت تحت جوالك شوي بكل شيء قريب اهلك عندك ربعك عندك جماعتك عندك والله سعد العزيز ما يجيك على الشنطة ما يجيك على الشنطة ولا يجيك حنا عتيبة ما في ما في يجيك بالشنطة انت حدك تفهم اظن ما فهمت لا ما فهم انا بعلمكم أزل جالس مروق بغيت انام نمت بغيتكم باي وقت نمت يا ولد يا حلوة الحياة يا ربي تقدر مثلا تقدر بعد جدك مشعر بيتي ابو فهد تقدر قبل تقرا الكتاب ولا مو انت اللي ابو نزال ولا انت قبل ما تقرا الكتاب صباح الخير بداية يوم جديد وانا تقرا نقرا الكتاب هذا تصور سنابه انك تيش تقرا الكتاب ذا ايش رايك في الشعور ذا يا ولد يلا حسن الخاتمه بس ما شاء الله ما شاء الله الله لا يضرهم 90 يوم انا طالع خشتك يا اخي وخشت ذا وخشت ذا وخشت ذا هي نعمه ادري انها نعمه اللهم لك الحمد يعني ولكن وش يعني نبي هنا يا ولد نبي جسد عندنا تكفى يا ابو شايع ادق تكفى يا ولد انا نصبه شوف بالله ايش رايك ابو هذا انا التزم الصمت في حال شوف يا ولد والله الله والله العظيم حلو بالله بالله التزم الصمت بالله قبل صوت عالي شوف عليك الكلام بالله اقرا بصوت عالي اكثر تفكير التزم الصمت في حال استصعاب عليك الكلام كثرة التفكير تصيب الرأس بالصداع الشديد صحيح وكثرة الانتظار تصيب الروح بالإحباط شوف 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 يود على أشكال تغريدات يا ولد
قسما بالله. اي طيب شوف شوف ذا يوم يقول جو اللي الشعلان اللي يقرون اللي كيف يقرون. شوف المقدمة: كتابي ملي بالكلمات المبعثرة كلها نظراتي إليه إيش؟ إليه لما درجها 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 يرى يجيب ها أسلم بالله العظيم شيء عظيم. شي هاي أبوه نزال هذه قوم درجني وامشي قدام كل ما نظرت إليه آلمني آلمني إيه هذا مربسني وش مربكني تدري الفكره وش؟ اصبر دقيقه ابو نزار. المقدمه: كتابي ملي بالكلمات المبعثره كل ما نظرت اليها المني. تخيل الوضع. اعتقد ان مشاعري فوضويه جدا، لا اعلم هل انا حزينه. اللي كتبتها البنت لا اعلم هل انا حزينه. البنت كتبت والله انت حزينه. انت زين رز والله حزين والله انا هي حزينه 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 والله حزينه تقول هي يا عزتي. اصبر لا اعلم هل انا حزينه ام سعيده لما كتبت تلك الاشياء. طيب الحين مو تضحك انت، شيء مشاعرك خربانه. شاهد هذا لخبطني والله لخبطني. هي كتبتها بنت تقر. طيب حزينه؟ لا ماني حزين حزين مكتوب. صرف لك صرف لك والله مكتوب حزين. اي خلاص الا حزين حزين تكتب علي. كتابي ملي بالكلمات المبعثره كلما نظرت اليها المني. اعتقد ان مشاعري فوضويه جدا، لا اعلم هل انا حزينه ام سعيده. لما كتبت تلك الاشياء اود الهروب من الواقع، اود الذهاب لمكان بعيد عن هذا العالم. حلو لهجتك. اريد قتل التناقضات التي اريد بداخلي، اريد مزاجا هاديا جدا تبا لهذا المكان، لا استطيع الخروج منه. سلام. مبدع مبدع ابو عزيز. مبدع مبدع. وش تقول ابو نجار؟ اقول انا ممكن لو نسويها مسرحيه بتصير حلوه جدا. والله جاهزي. زين والله بتصير حلوه جدا. وعندي لك وقت. الله تختارها لي. والله العظيم انت معك ولا في شيء. وش؟ كل بنا هادين وكل بنا متواجدين ولا في احد مغايب حتى عن. وش؟ كم مدتها مثلا حتى اوضح لك؟ نص ساعة أقل. نص ساعة؟ 20 دقيقة. بعد شو اسمه؟ بعد الصلاة. صلاة وش؟ الفجر. لا لا لا. أو بعد؟ لا. أو بين المغرب والعشاء. اذكر الله. لا بها بالليل. ايه؟ فعالية بالليل يوم الأربعاء. اذكر الله كثير ثم ساعة واحدة. مرتاح القلب. مرتين بالليل. أو إن أو أنها تصير كأنها هي تعتبر مثلا إن أجعل من نفسي بسميها قصة كذا، كأنها مبادرة بس إنها قصة، بسردها سرد كامل ماني مضيع منها ولا حرف، لأن الحرف الواحد فيها صراحة حرام إنه ينزل. أنا فهمت القصة، أقدر أقولها لك بثلاث دقائق ولا بدقيقة الحين، أعطيك فحوى القصة كاملة ومعناها بدقيقة واحدة. لا لا بس ما ودك إنك تنقص منها ولا 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 حرف ولا حركة. أبد جاهزين. والله شيء عظيم. جاهزين أبو نجم. والله شيء عظيم. إيش تقول أنا قطعتك من هالكتاب يا ولد اصبر. الله الله. كل دا كان ليه لما شفت عينيه ترارارارم حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه كلمها كل دا كان ليه كان ليه صوتك راحة المسمع وصوتك دوا قال لي كم كلمة إيش به النسمة في ليالي الصيف سبلي والعبي شوبي العبي طلعت الحشر جديد. انا اقرا ذي الكلمات وانت تغني صوتك ما ادري شلون تروح. صوتك راحه لمسامعي. سلام. صوتك دواء لدائي. قريت. صوتك نور فاخر من الطرب. انت فاخر من الاخر. جميع الجروح والاوجاع التي بصدري تمرني وتسال عنك. الله الله انت فاخر يا حلو الفاخر. الله يرحم والديك ابو رجاء. نصوص مها الشعلان. الله يوفقها ان شاء الله. الشعلان وش قبلتها الشعلان؟ الشعلان سلمك الله اذا ماني بواهم انهم يرجعون عنوز. ونعم. ونعم والله. الشعلان لا لا ما ادري. لا. لا 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 انا كني قد مره علي والله انا قد مره علي. شيء ثاني.
عنوانه يا ولد هم من هالشمال. انا رحت للعجلان الظاهر اذا ماني واهم من العجلان يرجعون عنز، وانا والله العظيم اني ما ادري عن المعلومه هذه ابدا. طيب اصبر، ولكن لا صاد 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 عنوز الشعلان عنوز الشعلان عنوز صح؟ انا سامع بها يا الشعلان يا العجلان واحد منهم. لا العجلان العجلان شو اسمه العجلان كذا اصبر اصبر العجلان هلا يا ربي يا ربي الا والله من يلا بعملكم سندويكات سندويكة يلا يا سندويكات. صباح الخير لكل شخص جميل في داخله جرح. شو زوي جعل الصمت. اوكي 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 ماي فريند اوكي ماي فريند اوكي اوكي هوبا يي 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 اوكي 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 عبير الخربوش طفي النار. نعم خربوش وشو نعم بحالك الله ما ادري. لبيه لا ابشر والله بالخبز ابشر انا خدامك يا ابو عماد ابشر اروح الحين اجيب لك. لا لا ابو عماد اسمع عيال اقرا اسمع اسمع لازم تكون خبره اسلم. ابتسموا ابتسموا فالايام تمضي والاشخاص لا يبالون لا يبالونك انت وحدك من يتالم فهذا الصمت سينتهي. حلوه يدور العنوان الكتاب يشدك الصمت وشو صمت اكثر لا لا ذا ذا من انا تدري تدري ايش تكلم انا تدري ايش تكلم انا يا ابو فهد سيف تدري ايش تكلم انا من انا من وايش تكلم انا البنت اللي كاتبتها عبير القربوش تقول انا متناقضه لا اعرف شعوري وش هل انا حزينه ام سعيده شوف كاتب طلعت الكتاب يقول احيان احيان اشعر بان الناس يملون من الجلوس معي واحس بالشعور ذا ودي اتمزق. يا اخي شوف ايش تقول هنا الله يامركم سيف سيف تقول هنا الله